الحب واللي يقول الغدا واللي يقول العشاء ترحيب الأقوى دويه من رعود النصوب في حايز من عميق البحر الأحمر نشا على الجنوب الرجال مكملين الوجوب قبائل يا مراد الله تعالى وشا على طبعا على راس الامير المنطقه الله يطول عمره واللي طبعا كمر بالمزاد النسخه الثالثه وهذا شيء جميل. السنه هذه شفناها بحله جديده وتطوير جديد وهذا ما عهدنا منكم حقيقه. الله يطول دعم هذا المهرجان وزملائنا مدراء الدوائر ورجال الاعمال والله ما قصروا دعموا بكل ما طلب منهم يزيد علي. كل سنة أفضل من اللي قبل الحمد لله رب العالمين. شو وعدنا بساعات المحافظ في العام القادم إن شاء الله؟ مثل كل شيء في المملكة كل سنة أحسن من اللي قبلها بإذن الله تعالى. لا عاد تنشد بعد جينا مزاد الجنوب السوق طيب وبسحول الرجال انتشى. الله يحييك. حقيقة احنا سعدنا اليوم يبيشة كل اللي راح والمجالس مفتوحه والمخيمات مفتوحه وهذه ما عدناه من شعبنا الغالي فالمناسبه وش يقول سعد والله الترحيب من اهل بيشه ما هو غريب. بيشه ارض كرم وارض الحقيقه كرم تاريخي ما هو دليل انها ارض طيبه الجميع جبال السروات سيولها تجيها فيها من كل الرجاجيل الطيبين اللي ذكرتهم وشفتوا استقبالهم وترحيبهم. صحيح. وبالنسبه للمهرجان الحقيقه الدوله مهتمه بالابل والدليل على ذلك انها جعلت هذا العام عام الابل ويعتبر هذه الفعالية وهذا المهرجان يصب في هذه الأهداف أهداف العناية بالإبل وأهل الإبل وهم أهل مقام الرفيع وأهل ناموس وعلومهم طيبة ويمثلون الأصالة التي في المملكة العربية السعودية. احنا الحقيقة كلنا والله سعداء بوجودهم وتجمعهم في هذا المكان واللي نتمنى ان شاء الله تعالى انه يكون كل سنه وكل سنه يكون افضل من اللي قبلها والجميع كلهم ملتزمين باداء هذا المشاركه اللي نعتبرها مشاركه تصب في المصلحه العامه وملتزمين باصولها وبحدودها و يعني احنا داعمين للامير تركي الله يحفظه وجه بالدعم الكامل لهذا المهرجان لإظهارها بالصورة التي تتناسب مع أهمية أهل الإبل وقيمتهم. لذلك الجميع الحقيقة تضافت الجهود يعني تقديم جميع التسهيلات ونشكر الحقيقة جميع من ساهم في هذا المهرجان في دعمه في خدماته في سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي أو رجال الأعمال لهم والله كامل الشكر مع شكرنا للقائمين على المهرجان من لجان وإعلاميين ورئيس المهرجان بذاته نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله تعالى. سعادة المحافظ طبعا المزاد رافد اقتصادي كبير ووقت 10 أيام وقالها طلعوا لي تمديد الوقت ل 15 يوم. ابدا طبعا المهرجان ماخذ الاذن من سمو الامير وماخذ اذن من نادي الابل ومؤكد ان الامور في هذه الايام كلها لها تنظيمات معينه ولا يمنع انه يعني اصحاب السعوديه يعني يتم طلب التمديد اذا كان في مصلحه
لمصلحة لأهل الإبل. فيعني الجهات التي قائمة على هذا الجهات المعنية به يعني متفهمة لخدمة أهل الإبل، يعني الأمور التي تخدمهم أبدا في وقت للمطالبة إذا كان فيه حاجة لتمديدها. يعني شكرا لك، الله يعطيك العافية. المايك الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء ومن سار على نهجه والتزم أثره واقتفى. أما بعد، بداية أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صبيحتكم بكل خير. سعادة محافظ بيشة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله آل حامد، الأستاذ حسين بن عبد الله آل زلفة محافظ بيشة الأسبق، رؤساء الدوائر الحكومية، الوجهاء والأعيان، ملاك الإبل، الإعلاميون والشعراء والأدباء والجهات الحكومية المشاركة، يسرني الترحيب بكم بداية مع انطلاقة مزاد الجنوب في نسخته الثالثة، والذي يقام في محافظة بيشة وفي مركز النقيع، فأهلا وسهلا بمقدم الجميع. أيها الحضور الكريم، خير البدايات آيات عطرات من القرآن الكريم يرتلها على مسامعنا الطالب فرج بن رسام السبيعي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سعادة المحافظ، أيها الحضور الكريم، تحتل الإبل مكانة خاصة في المجتمع السعودي باعتبارها أحد أهم الموروثات الثقافية التي ارتبطت بحياة أهل هذه البلاد، واهتمت بها الدولة على الصعيدين الرسمي والشعبي حتى أصبحت إرثاً تاريخياً يعكس الماضي ومورداً اقتصادياً مهماً للكثير من أصحاب الإبل الذين يعتبرونها العمود الفقري لحياتهم. وأصبحت الإبل أيقونة ورمزاً من رموز التراث والثقافة المستمدة من الأصالة، لتعبر عن تاريخ عريق ومجد خالد. سعادة المحافظ، الحضور الكريم، الارتباط الوثيق بين الثقافة المحلية والإبل كونها حضارة خالدة وموروثا تاريخيا ومفردة من مفردات التراث الأصيل هو ما دفع بوزارة الثقافة إلى المبادرة بتسمية هذا العام الحالي 2024 ميلادية بعام الإبل، وتم إقرار ذلك من مجلس الوزراء تأصيلا لمكانة الإبل الراسخة باعتبارها موروثا يعكس الهوية السعودية. حضورنا الكريم، إن تعريف الأجيال والعالم بالإبل هذا المكون التاريخي الذي أصبح وجهة سياحية وثروة ثقافية وتراثية واقتصادية هدف لا بد من تحقيقه. والإبل واقع غير مصطنع وجزء من هويتنا وثقافتنا وتعكس تراثنا، فهي موجودة في أقدم النقوش الموجودة لدينا في المناطق الأثرية، ومنطقة شبه الجزيرة هي موطن الإبل، وإظهارها للعالم سيكون من الأمور السهلة علينا لأنها جزء حقيقي من حياتنا.
هذه النسخة الثالثة من مزاد الإبل، والذي بدأ في نسخته الأولى في العام 1443، نرى أنه في تصاعد مستمر، ونأمل بمشيئة الله أن تكون هذه النسخة نسخة فارقة عن سابقاتها. أيها الحضور الكريم، الجمع المبارك، الكلمة الآن لسعادة الأستاذ عبد الله بن فلاح الدجران المستثمر في مزاد الجنوب. فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم المستثمرين في سوق النقيع، باسم أهالي النقيع، باسم أهالي بيشة، باسم أهل الجنوب، نرحب بكم سعادة محافظ بيشة ومرافقيك الكرام، نرحب بكم رؤساء ومدراء الإدارات الحكومية، شيوخ وعيال القبائل، مرحبا ومسهلا في مزاد الجنوب النسخة الثالثة. تميزت هذه النسخة بأنها توافقت مع عام الإبل 2024، وهي نسخة استثنائية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة البيع والشراء واستفادة جميع إخواننا الملاك والمنتجين والباعة والشرائع. الحمد لله، هذا المزاد أو النسخة هذه تعتبر تنظيمياً هي النسخة الأولى، لأن ما سبقها من نسخ كان فيها بعضها فيها في أجزاء من المزاد عدم تنظيم، لكن هذه النسخة منظمة، وذلك يرجع لفضل الله عز وجل أولا، ثم لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود أمير منطقة عسير حفظه الله ورعاه، ودعمه وتوجيهاته التي تم تنفيذها على أرض الواقع برعاية من سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله آل حامد محافظ بيشة، وجهود جبارة من الجهات المختصة في المزاد، وزارة الزراعة، مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه في محافظة بيشة، بلدية النقيع، مكتب النقل والدعم اللوجستي، شركة الاتصالات السعودية، وقبل ذلك الجهات الأمنية ممثلة في شرطة محافظة بيشة والمراكز التابعة لها، مركز الدفاع المدني. فما فاتني من ذكر أرجو جهة ما ذكرتها أرجو المعذرة، لكن القصد أن الجميع إدارات حكومية ومستثمرين ملاك مواطنين كلهم اشتركوا في هذا التنظيم، ولا ينسب لأحد بذاته، إنما هو جهد جماعي. لذلك ترون هذا النجاح، لنسأل الله عز وجل أن يكلله بالفائدة للجميع. شرفنا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم التي نعيش فيها، نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظ ولاة أمرنا بحفظه، وأن يحفظ هذا البلد بحفظه. وشكرا لكم، وصلى الله على نبينا محمد. سعادة المحافظ، أيها الحضور الكريم، مرة أخرى أكرر الترحيب بكم جميعا في هذه النسخة الثالثة والنسخة الاستثنائية كما أشار أخي عبد الله الدجران، والتي حظيت بدعم وموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير. أيها الجمع المبارك، الكلمة القادمة هي لسعادة الأستاذ محمد بن سعود المعاوي، مدير فرع مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة، فليتفضل. الحمد لله مقدر النعم وخالق الخلق من عدم، والصلاة والسلام على سيد البشر، من أنزل الهدى والخير ليهدم سلطان الشر. أما بعد، سعادة محافظ بيشة، أصحاب السعادة مدراء الجهات الحكومية والأهلية، مشايخ وأعوان القبائل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتأييداً لتعاظم شأن الإبل في نفوس أبناء وطننا الغالي، تولي القيادة الحكيمة وفقها الله اهتماماً كبيراً بتنمية هذا المخلوق الذي عظم الله خلقته، فقال في محكم التنزيل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. لعظم شأنها اشتهرت المملكة عبر الأزمان
باعتنائها بالإبل، فحمل أبناء الوطن من طباعها الكثير، فامتازوا بالغيرة والحمية كما تمتاز الإبل. أخذوا البأس والشدة من شدتها وبأسها، أخذوا التهادي والأناء وثبات الخطوة من ثبات خطواتها. وبناء على ما تقدم، أصبحت الإبل إرثاً تاريخياً يميز المملكة عن بقية الدول، ونحن ها هنا نعتني بميراثنا وما يميزنا. ومن مظاهر اعتنائنا بإرثنا الثقافي والمحافظة عليه أن سمت القيادة هذا العام 2024 بعام الإبل، تعزيزاً للقيمة الكبيرة للإبل في ثقافتنا العربية. ويظهر هذا أيضاً في الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تقوم بها كافة مؤسسات المملكة، ومن بينها وزارة البيئة والمياه والزراعة، للاستثمار في قطاع الإبل وقطاع الثروة الحيوانية عموماً، والتعريف بها وتطويرها للمساهمة في تنمية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030. ومن بين جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في قطاع الإبل، دعم المزادات للإبل والمهرجانات والإشراف على أسواقها للحد من العبث والعشوائية، وحفظ الحقوق وتعريف المستثمرين الذين تنقصهم الخبرات بالسلالات النادرة، وتسهيل الوصول إلى ملاك نوادر الإبل. كما سيشهد المزاد حراكاً ثقافياً واقتصادياً كبيراً ينتفع منه الملاك والباعة والمستثمرين وكذلك الأسر المنتجة، مما يخدم رؤية المملكة 2030. وفي الختام، يسعدني أن أتقدم بالشكر الخالص لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز حفظه الله، بالشكر والامتنان للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المحافظ أهل الحضور الكريم، وصلت وإياكم إلى فقرة التكريم، وتكريم من اللجنة المنظمة لمزاد الجنوب الثالث لسعادة محافظ بيشة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحامد، يتفضل بتقديمها المستثمر في مزاد الجنوب ومدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة. يتفضل سعادة محافظ بيشة بتكريم الجهات المشاركة من الجهات الحكومية والأفراد. أولاً، شرطة محافظة بيشة. شرطة محافظة بيشة، الدفاع المدني، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظة بيشة، بلدية النقيع، الاتصالات السعودية، رجل الأعمال عبد الله بن مبارك الجلوي القحطاني، رجل الأعمال سعيد اليتيم، يزيد بن علي بن سعيد الشهراني، شركة الكهرباء السعودية، سعادة المحافظ، يتفضل مشرف منصات الإبل الإعلامية الأستاذ محمد بن بداح الداود الراعي الإعلامي لمزاد الجنوب، لتتفضلون سعادتكم بتدشين انطلاقة مزاد الجنوب الثالث. شكرا لكم سعادة المحافظ لدعمكم وعنايتكم، وشكرا للجهات الحكومية ولكافة الحاضرين وللسادة ملاك الإبل. ونتمنى أن تقضوا خلال أيام المزاد العشرة القادمة التي تنطلق من اليوم الأربعاء 15 من شوال وحتى 25 من هذا الشهر. تقبلوا تحيات محدثكم ناجي بوليل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.